انا تعالى تسمع صوتي. عاصم عدم اقول واضح. لقد عاصم ايوه عدم اقول بالله راح عليه. ها عاصم موجود؟ اعتقد ان انقطع عليه البث. بيدخل بعد شوية الآن. طيب الآن اللي من المجموعة الأولى اللي ناقشوا تقريبا أنس، إياد، إلياس، أمجد منير، أسامة، والآن عاصم، وجدي، وأمجد عبد الغني. هذه المجموعة الأولى. طيب المجموعة الثانية اللي كانت مجموعة تركي كانت أسامة، عمر، محمد رشاد، مازن، خالد، محمد علي، وأسامة عبد الرحمن. ومن البنات اللي كانوا سيمون، إنسام، صفاء، ميامين، أسماء، ومروة، ونورهان اللي مشت عليها. طيب محمد رشاد هذا اللي كان غائب صح؟ تركي من مجموعتكم محمد رشاد ايوه فقط اللي كان، ما حضرش تقريبا. محمد رشاد فقط ايوه اللي كان مش حاضر، لكن أسامة، عمر، مازن، محمد، وأسامة عبد الرحمن هذولا عرضوا، ومجموعة البنات نورهان اللي ملحقتش. طيب المجموعة اللي بعدها اللي كانت مجموعة بندر، البنات اللي منار، ندى، صفاء، خديجة، هبة، وندى. ومجموعة الأولاد كان أشرف، وأيمن، وبندر، وعبد الله، وعبد الرحمن كان غايب. طيب مجموعة بلال كانوا حاضرين كلهم، بلال، محمد، صلاح، عبد الله، عمر، مصعب، وأحمد. يعني من مجموع الكلي فقط الآن حاليا عبد الرحمن اللي غاب، ونورهان اللي ملحقتش صحيح كده؟ طيب طيب أي قبل تقريبا هو كانت اليوم آخر محاضرة. خليني بس أعلق على المجموعات. طيب المجموعات كان حلو جدا، وأبديتم كمان أداء حلو. شوية بس ما ضبطوا ليش الوضع مجموعة تركي، لأنه لخبطتم. شفتم يا تركي لخبطتم هنا، الباقي كامل انتم دارين الآن كم ساعة. فمرة ثانية واحد بس يكون انتبه على الوقت، لأن الآن قد 6:36، يعني أخذنا أكثر من يعني إحنا كنا نقول 3 ساعات، إحنا الآن قفنا أو شكنا على إن إحنا نكمل الساعة الرابعة. طيب يا دكتورة، جلست راضي بهم وراضة والله أيوة علشان يدخلوا يشرحوا. أيوة أنا عارف، لأنه شوفوا لو جينا نقيم، لو جيت تقييم تقييم، شفت مثلا مجموعة الأنس والمجموعة الأخيرة اللي هي مجموعة بلال ومجموعة والبنات منار وندى وصفا، ما أدري بس وكمان مجموعة البنات، بس أنا شفت هذه ثلاث أكثر 3 مجموعات كانوا مضبطين الوضع، يعني عارفين إيش بيشرحوا بالضبط من وين لمتى، يعني حسيتهم إنهم قارئين الموضوع ومضبطين ما بينهم البين. طيب مجموعة تركي حسبتهم كذا كانوا جايين وكأنهم يلا يشتري تخارجوا من الموضوع، لدرجة إنه كل واحد يقول كلمة وخلاص وعدينا. هذا ما كان الشرح، بس لإجمالي لذلك أنا قلت لهم البقية يلخصوا، ما عاد شفت شو وين البقية. فأنا مش عارف هل بس أنا شفت إن الشابتر هذا اللي عجبني إنه جبتوا لي بالعملي، وكمان هذه كانت خطوة حلوة يا تركي اللي عملته، إن أنتم نفذتم الكود على أساس الباقية يستفيدوا، بس ما شفتش إنه الشابتر أخذ حقه صراحة، يعني شفت إنه ما من من عرضش زي ما كان المفروض إنه كان ينأخذ، مع إنه كان آخر شابتر وكان المعلومات قليلة جدا، فكنت أشتهي تعرضوه أحسن من كذا لأنه مستواكم أحسن صراحة. فما وصلني. بالنسبة للمجموعة مين ثانية؟ المجموعة هذه الأخير، لا مش الأخير، المجموعة المجموعة الأخير الأخير ما أعطوني في صراحة السبتات. مضبطين صراحة. مجموعة بلال جدا حلو شرحها، مضبطوا. شوفوا مش قصدي إنه المجموعة الثانية اللي ما ذكرتش أسمائهم إنهم مش مضبطين، لا هم مضبطين ولكن كأنهم مش محضرين. أنا حسيت كأنهم مش محضرين، هل مكتماتهم مش مع بعض؟ مش عارف يعني ما أدري، بس أنا حسيت كأنكم قارئين الموضوع قبل ما تدخلوا على الاتصال، صح ولا لا؟ ايوه كنا اصلا مجهزين ثاني مجموعه، بعدين وردنا اتصال من تركيا قال في طالبات يعني مش كنش نروحين، قلنا له خلاص اجلنا لاخر مجموعه. لا لا ما بلال، انت بلال صح اللي يتكلم الان؟ بلال صح؟ لا لا بلال، انتم مجموعتكم مضبطين جدا.
جدا مضبطين. يعني انا ما اتكلمش الان على مجموعتكم، انا اتكلم على اتكلم عن قصدي، مش على اتكلم عن مجموعة تركي. ما حسيتهمش كذا، يعني عندهم معلومات بس ما عرضوليش بالطريقة اللي كنت اشتهى تنعرض. يعني شوفوا، وكمان المجموعة الثانية لمجموعة البنات اللي الشابتر رقم 3، نتكلم عن شابتر 3، مجموعة بندر ومجموعة البنات حق رياضة حاسب. شفت انه مجموعة بنات رياضة حاسب كانوا مضبطين، مجموعة بندر كانوا مش التضبيط هذاك، مع انهم فاهمين اثناء العرض هم فاهمين. بس خلوني اقول لكم انه ما هذا اللي نقول. على فكرة الكلام اللي انا اقوله هذا لك، مش مالوش علاقة بالتقييم. تقييمك انت حاصل على الدرجة، وكنك انك حاولت وحضرنا، بس مشتيش مرة ثانية، مش اللي معي مع غيري مشيكم، مش تحسس انه يا الله بس حاجة نعملها ونتخارج. فشفت انه في ناس، يعني صراحة شفت مجموعة انس ومجموعة، شوفوا هذا اللي كانوا بالتوب صراحة، مجموعة انس ومجموعة بلال ومجموعة منار اللي هي حق رياضة حاسوب. هذولا الثلاث، انتم كم منكم مجموعات؟ الثلاث مجموعات اللي تقريبا نقصد البنات، الثلاث مجموعات اللي حسيت انه كأنه من جد قرأوا الموضوع، يعني ضبطوا الوقت، ضبطوا العرض، اضافة الى انهم عارفين، يعني احنا بنعمل، يعني كأنهم عاملين بروفة قبل ما يحضروا لهنا. ما ادري مجموعه تركهم، انا مش جالسه اقول لا تركي تركي، لا مجموعتهم شرحت حلو، بس شفت كانه ما كانش في تحضير مسبق عن المواضيع اللي كانوا يشتوا ياخذوها، وكانهم قرأوا من بعد. كمان مجموعه سيمون وانسام صبا اوكي مضبطين، بس انا حاسس انه كان وضع الانقطاع الكهرباء، فبذلك حسيت شويه كان في لخبطه يعني بالعرض. والثاني اللي هم مجموعة بندر، كمان حسيت انه نفس الشيء، شوية كأنه هذول قارئين من بعد، ما كأنهم حضروا من قبل، يعني ما قالش هذا وهذا يعني. فشفت شوية بس اللي حصلت صراحة اللخبطة الكثير كانت مع بمجموعة تركي، مش عارف ليش. هل لأنه كل واحد منهم قال كلمتين ومشي، ما قدرتش أشوف إيش هو شارح بالضبط، لأنه كان في منهم كذا بس سطرين ثلاثة وخلاص وخرج، فما قدرتش أميز فقط هم إيش عاملين بالضبط بالموضوع. لأنهم يا دكتور الرافضين يدخلون المحاضرة من أساسه. ليش؟ إيش السبب؟ إيش السبب يا تركي؟ والله ما أدري، مستحيل. لو كان على كده أنتم عارفين إنه أنا كنت أشتي بس ألمس إنكم فاهمين ولا مش طيب انت، احنا لحد الان التجربة هذه اللي احنا عملناها من بداية المحاضرات، هل شفتم انه في صعوبة ان احنا نتكلم عبر هذا؟ لا لا لا، ما في أي صعوبة. ايوه ما فيش اي صعوبة، وكان الموضوع تمام، مع انه كان اكثر ناس متخوفين البنات، صح ولا لا؟ يعني انا يعني جيت اليوم تفاجأت صراحة صح، باسلوب، وخاصة صراحة رياضية حاسب. ايه بالضبط، تفاجأت يعني. وكمان حتى رغم انه مجموعة سيمون وانسام صفاء ميامين اسماء مروة هذولا البنات، وبس اني مقدر انهم كانوا خايفين، ومع هذا عمل اللي استطاعتهم، يعني عجبني، مش انه ما عجبني شرحهم، عجبني صراحة، بس حسيت انه كذا شوية كانوا متلخبطين. بس هذا ارجع، ما مش بالدرجات على فكرة، درجاتكم كلكم حاصلين على الدرجة، كلكم حاصلين على الدرجة كاملة، يعني ما تقلقوش. بس حسيت انهم على قد ما كانوا متخوفين وما اسمع لهم صوت، انهم اليوم ابدعوا. بس صراحة يعني شفت ما شاء الله بنات رياضة حاسوب صراحة سيطروا. اما البقية اوكي تمام، ما فيش اي شيء، يعني اذا الى حد ما صراحة اللي عجبني، وعجبني ادائكم، عجبني كمان توزيعكم بشكل الكلي على المفردات اللي كانت عليكم بدون استثناء. حتى انت يا تركي، حتى انت مجموعتك كان تمام، بس قلت لك الحاجة الوحيد اللي ما عجبنيش انه ما كنتش عارف كل واحد، يعني لدرجة انه حتى من كثر ما واحد يخلص ويرجع اللي بعده، ما كنتش حتى الاسماء تلخبطت شوية معي. بس هذا اللي نجيب لكم هي الان، على فكرة ما حدش يزعل مني تمام. أنا الآن لما أجيب تقييم، أنا لما أجيب التقييم أجيب تقييم على الأساس الكلي، بس أنا عارفة إن أنتم اشتغلتم، وعلى فكرة أكثر ناس قريبين أو أكثر طلاب، يعني صراحة لو قلنا
اقارن ما بين الزوم الان. انا ما اقول لكمش كذا يعني اطراء لا، بس لانه صراحه لما حد يحتاج انه يتهزه يتهزه، ولما يحتاج انه ينتشم ينتشم، ليش لا؟ فصراحه قسم مستوى ثالث من اول وهله، من اول ما درستوها من لغه التجميع، وهم صراحه مبدعين، وكمان اثبتتم هذا الشيء باثناء الاونلاين. يعني رغم انه كانت التجربه كانت يعني بدايتها، ورغم انه كان في اعتراض كبير من قبلكم انكم مش قادرين تدخلوا، ولكن شفتكم جبتم حلول بديله. تعاملكم كمان كان جيد جدا، مشاركتكم اثناء المحاضرات كان جدا جدا بارز، وهذه هلها بالحسبان على فكره. فانتم ما عليكم لا بس تركزوا لي، خلاص انتم كده كده بالنصف درجات كاملة للكل. وأنا أقولها من هنا، أقول إن طيب يا درجاتكم دكتور، بالنصف للكل. ها فمن كم الدرجات هذا؟ شوفوا، انتم معاكم بتكون 50 درجة على العملية صح؟ أيوة بيكون في معاكم 100 درجة. أنا عامل لك 30 درجة الآن، على أساس إنه في معاكم مناقشة، وفي معاكم المناقشة والإيش والواجبات صح؟ ولكن انتم اثناء القاعه انتم كنتم صراحه اكثر ناس متفاعلين، لذلك انا ما بحط لكم من 70 درجه بالنهايه، انا بحط لكم بس من 60، بحيث انها تكون 10 درجات للمناقشه و30 يعني قصدي للمشاركه اللي كانت، لانها اثناء الزوم صراحه مشتيش انه ما رغم انكم اجتهدتم وتعبتم وحسستموني ان انتم فاهمين الماده، حسستموني ان انتم مجتهدين، لذلك ال10 درجات هذا انا بحط لكم، هي بدل ما اصحح لكم النهائي من 70 بيكون في 10 درجات لكل طالب، من 60 فقط، يعني هي بتطلع لك الدرجه من 70، ولكن التصحيح الفعلي بيكون من 60 و30 درجه الان، حق الواجبات، حق الشباتر اللي كتبتهم، وحق المناقشة. يعني كذا كذا انتم الآن لكل واحد مجمع عندي 40 درجة. في النص في معك انت الآن، حاول تجمع لي 60 درجة و50 درجة مع الأستاذ العملي. خلاص؟ هذا طيب. يا دكتورة الآن عاصم سجلتينا والذي جرحتينا. خلاص خلاص يا عاصم، وين هو ذا الحين عاصم؟ لأنه شكلهم يصلحوا بالحارة، الشبكة تنقطع. لا بس خلاص، شوفوا يا سنة ثالث، خلينا أقول لكم حاجة، يعني مش إنه الدكتور حتى لما يضغط عليك، ولا حتى لما أقول لكم مثلا أني مثلا ما بناقش أو اللي بيحضر، هذا كان بس من منظور إنه مش في بعض الطلاب، وأنتم أكثر ناس عارفين في بعض الطلاب إنه يعني خلاص مستهتر، تام لكم قصدي في استهتار. لكن مثلا عاصم، تشكر يا عاصم للمجهود اللي انت باذله، ورغم انه ما في الشبكة، ومنار كمان، منار بداية تواصلت معي، وكمان نورهان حضرت وراحت لعند البنات، وبعدين بالاخير انقطع عندها. على فكرة ما تقولوش ان انتم اذا ما في حالكمش الحظ معناته خلاص، لا، في بس الدكتور يشتي من طلابه، انه يحسسه فقط ان انا مجتهد، انا بعمل بسوي، ولكن قد حصلت لي بعض ظروف معينة ما قدرتش. فمثلا عاصم ما قدرش يحضر، حاول إلا يحضر بالأخير. نورهان نفس الخبر، ويعني الموضوع عندها مش زي ما بعض الناس مكسلين، هي عملت ولا لا، ولا خلاص احنا ما نقدرش، خلاص ما لناش دخل، لا انتم حاولتم، وهذه خلاص انا ما... لذلك انا عملت لك الدرجة كاملة، وعملت مع انه في طلاب صراحة ابدعوا بالتحضيرات، كان جدا تحضيرات، في طلاب ثانيين ما كانوش بنفس المستوى حق الطلاب الأول، ولكن حاولوا. أنا الآن اللي أشوفه أنه المحاولة اللي أبديتها واللي عملتها، وطبعا أيوة أيوه هي هذه. يكفي فتقول لكم ما تقلقوش أنت، بس أنا اللي اشتكي كان فقط أنه شوفوا، نحن حتى الآن لما نجتمع ما هو